مدري لو أنتم ملاحظين أو لا، بس ما في أي معلمة طبيعية بمدرستنا. فوزية هوايتها في الحياة الزواج، وسلامون الله بس تفقع وجهنا والباقيات كل واحدة مجنونة شكل. أحس إن المديرة كل سنة تروح المستشفى المجانين وتخم كم واحدة وتجيبها تدرسنا. ليه؟ اتوقع المديرة جابت فوزية من السجن. عيب عليكم، هذول بحسبة أمهاتكم. يلا روح لكل معلمة اعتذروا لها وحبوا رجلينها، ترى الجنة تحت أقدام الأمهات. ملاك تصرفي. حاذر أسيل، تعالي سلمي على حيواني الأليف. مقلب حلو، خوفتيها بصرصر بلاستيك. بلاستيك؟ المطلوب منكم بالمسابقة أنكم تصمموا لنا معلمة جديدة. نبغى المعلمة الجديدة تصير ملكة المجانين. ما اتفقنا أننا نبغى معلمة طبيعية عشان ننجح؟ لا، أحسن مجنونة عشان يصير أكشن وكذا. لا، خلي يرسمون معلمة حبوبة وتسولف معانا وتصير صديقتنا. ليه؟ خلي يصممون معلمة زومبي داخلها جني وزوجها فضائي متزوجها بدون موافقة أهله. ملاك أحيانا أحسن الواحد ما يعبر عن أفكاره. خلاص إحنا منا دخل، أنتم يا المتابعين صمموا معلمة جديدة على كيفكم. الحين جاء وقت الجد، المطلوب منكم تصميم معلمة جديدة لمدرسة الفاشلين قليلا. التقييم راح يتم على الرسم، تصميم شكل المعلمة، شخصية المعلمة وأطباعها. مدة المسابقة أسبوع من اليوم، يعني يوم الاثنين الجاي آخر يوم لتسليم شغلكم. شروط الفوز وشي؟ تسليم الرسمة قبل انتهاء المدة، تصوير فيديو للرسم. إذا ما صورتوا فيديو للرسم لا تخافون، بتنزل رسمتكم في الفيديو لكن ما راح تكونوا مرشحين للفوز. ولا تنسون تكتبون اسمكم أو اسم حسابكم بزاوية الرسمة. المركز الأول بيكون قسيمة شراء من متجر بنات المتوسط بقيمة 150 ريال، والمركز الثاني قسيمة شراء بقيمة 149 ريال، والمركز الثالث قسيمة شراء بقيمة 137 ريال. مع نشر لحساباتكم. يا الله ترى متحمسين نشوف المعلمة الجديدة بدل عجائب الدنيا السبعة اللي عندنا. شهانة عيد الكلام اللي قلتيه تو. نو، في طريقتين للمشاركة، اختاروا منها تنزيل العمل على الانستغرام مع عمل تاج ومنشن لحساب بنات المتوسط، او ارسال العمل